سنسري لو موتور. سنسري. يعني الو، سنسري في احنا سنسري فايبرز. سنسري معناها، معناها افرنت، معناها وارد، والصادر يطلع لنا من الامام فينترال يعني من الانتيريور روت، معناها موتور. اوكي، اتحدى من اثنينهم صار سنسري. زين، انا هسه لو اجي هنا هسه المؤشر يبين عندك. نعم دكتور، البريكنج هسه اكد لي دبوس صغير واتشكتك السكن هنا بهذه الاريا. اوكي، هذه الاريا اللي يجهزها هذا النيرف ترانسفيرس سيرفايكل، هذا انا هذا كوتينيوس معناها سنسري. اوكي، هذا فينترال، فينترال يروح يوصل المن، يوصل هذا بالفينترال يعني شالاه سنسري مال فينترال، راح وصل الى نقطه قبل الـ قبل الـ 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 الانشقاق فينترال ودورسال، وصل للسباينال، السباينال ميكس. زين، شيرو حسب يا روت حتى يوصل السنسيشن سنترالي، يروح بالانتيريور والدورسال، دورسال يروح بالدورسال، لان هو هذا هذا وارد يعني الاشاره اجت من البريفرال للسنترال. زين، والافرنت يشيل اللي شنو هو الموتور، يشيل الاكشن، يقول لي وخر حرك راسك انه اكو بريكنج. زين، اذا رحت هنا للدورسال، هنا الجريتر اوكسيبيتال هذا بالبوستيرير، انا قلت هذا دورسال روت. زين، راحت الاشاره اللي هي وين توصل، تروح بالانتيرير لو بالبوستيرير روت؟ بوستيرير. هم بوستيرير، كانت امامي وكان خلفي، الوارد من البروفرال للسنترال يروح بالبوستيرير، انتهينا. هسه اجي للكوتينيوس انرفيشن، هنا عندي الكوتينيوس انرفيشن اوف ذا نيك جريتر اوكسيبيتال، هسه اعرف الثيرد اوكسيبيتال لان مو كل الكتب تكتبه، جريتر اوكسيبيتال، ليسر اوكسيبيتال، اوكي الليسر اوكسيبيتال، جريتر اوريكولر، هذا ماربيه الجريتر اوريكولر، وين ماربيه هذا النير دكتور؟ بالسكال، بالانرفيشن مال السكال بالسنسري، جريتر اوريكولر، لا بالانرفيشن مال الفيس، بالانجل، انجل اوف ماندبل. احنا مو قلنا بالفيس all the sensory innervation of the face are cranial except the angle of the mandible which is a which is sensory spinal innervation C2 C3 ventral rami. هذا ذكرنا من ذكرنا الفيت بالانجل، هو هذا القاعدة الشاذة اللي هنا أنا بالفيس قاعدة شاذة. المهم أرجع أنا as a sensory innervation، عندي الجريتر اوكسيبيتال، الليسر اوكسيبيتال، جريتر اوريكولار، ترانسفيرس سيرفايكال، والسوبرا جلافيكولار. اوكي، هنا قسم من الكتب مو اغلبها تضيف الثيرد اوكسيبيتال اللي هو دورسال ريماي، كل هذا السيجمنت بوستيريرلي تو ذا فيرتكس زين اوف ذا سكالب اور اوف ذا هيد، هذا الباك كله دورسال ريماي. بالنيك عندي جريتر اوكسيبيتال اللي هو قسم من الكتب يكتبه سي 2، قسم سي 2 سي 3 دورسال ريماي، ثيرد اوكسيبيتال سي 3 دورسال ريماي. بعدين ايش عندي؟ الليسر اوكسيبيتال باللاترال سايد، هو طبعا بيهايند هذا ستيرنوكليدوماستويد مصل، هذه الاوريجن مالته من الماستويد ويروح للستيرنم والجلافيكال، شوف بيهايند ذا بوستيرير بوردر تطلع عندي الفينترال ريماي اللي هي الليسر اوكسيبيتال فينترال ريماي سي 2، جريتر اوريكولار فينترال ريماي سي 2 سي 3، ترانسفيرس سيرفايكال فينترال ريماي سي 2 سي 3، سوبرا جلافيكولار نير فينترال ريماي سي 3 سي 4، يتقسم الى 3 برانشز اللي هي الميديال الميدل زائدا اللاترال، كل واحد يروح. هذا السنسري كوتينيوس انرفيشن اوف ذا شنو هو اوف ذا نيك. اذا كوتينيوس انرفيشن اوف ذا نيك عندي اثنين من الدورسال ريماي، وعندي ايش قد ثلاثه او اربعه منين من الفينترال ريمال اللي هي الليستر جريتر اوريكولار ترانسفيرس سيرفايكال اند سوبرا جلافيكولار. هذه اول نقطه وين بالسوبرفيشال فيشيا، انتبه لي النيك عرفت انا امتدادها من الاكستنشن، وعندي الاوتر لاير السكن، شلت السكن طلعت عندي السوبرفيشال فيشيا،
بالسوبرفيشال فيشل ايش كاتب لي؟ كاتب لي there are many structures embedded in it. زين؟ اللي هي شنو هي؟ اول نقطه الكوتينيوس انرفيشن. بعد ايش عندي انا بالسوبرفيشال فيشل؟ هذا الكوتينيوس، هذا الحكي مالته موجود، تقرا انتهينا منه. عندي الليف نود. وانا عندي تويليد. يسقط خليل. القصيد السلم يطلع حيث مثل هذا يوقع السلم يطلع وراه. لا ينتفخ ينتفخ ويبدي السلم ينتفخ. يطلع عنا بيبي. عندي الليف نود. رياضة حلوة. طالبات سدا الكلام. انا متولد شهر اللوحات حلوة. شكل من كل شيء. والساعة ما نتنهى معنا شكل سلم. يا رحيم. يلا هسه الليف نود. اول ستراكشرز الموجوده بالسوبرفيشال فيشيا اللي هي الكوتينيوس انرفيشن. بعدها عندنا الليف نود قلنا زين، وعندنا سوبرفيشال فينز، وعندنا مسلز واحده موجوده بالسوبرفيشال فيشيا اللي هي البلاتزما. هسه الليف نود، الليف نود اوف ذا هيد انيل تتقسم سوبرفيشال وديب. السوبرفيشال الليف نود إلها من هو إلى two directions اللي هي ring collar around يعني زين اللي هي horizontal direction عندنا والvertical direction. طالبات سدوا المايك. ايش ولاتي رقباج هذول منين؟ تطلع وسطي المايك اذا ممكن. طالبات بصير بيج وستاك ميوت ميوتد. طلاب هسه الليف نود، الليف نود نقسمها سوبرفيشال ونقسمها ديب. السوبرفيشال ليف نود لها تو دايركشن، اولا رينج اور كولر اراوند ذا بيس اوف ذا هي اللي هي سمنتال سمانديبولار باروتيد بري اوركولر بوست اوركولر اند اوكسيبيتال. وكل الليف نود اللي بالفيرتيكال دايركشن ذات اكستند اراوند ذا اكسترنال جوجولار فين. اوكي هذا نسميه سوبرفيشال اكسترنال جوجولار فين. كل الليف نود اللي سراوند هذا فيرتيكال سوبرفيشال ليف نود. هاي الاكسترنال كليدو ماستويد مسل، هذا الاكسترنال جوجولار. وكل الليف نود اللي اراوند ذا بيس اوف ذا سكال اللي هي الموجوده بالتشن سمنتال سمانديبولار هنا بوكال طبعا هي سكاتر بالباروتيد بري اوركولار بوست اوركولار والاوكسيبيتال ليف نود. الديب ليف نود كل الليف نود اللي سراوند او كلوز ابروكسيميتي تو ذا انترنال جوجولار فين. وكل الليف نود اللي هي امام اللي نسميها بري لارنجيال بري تراكيال او ريتروفرنجيال انفرا هايود اللي نسميها الجوجولو دايغاستريك والجوجولو اوموهايود. اشوف لك اياها بالصوره. كل الليف نود اللي اراوند اور ان كلوز بروكسيميتي تو ذا انترنال جوجولا، بينما اللي سراوند ذا اكسترنال هي سوبرفيشال فيرتيكال. صار عندي هسه صار عندي سوبرفيشال اقسمها هوريزونتال دايركشن واقسمها الفيرتيكال اللي هي اراوند ذا اكسترنال جوجولا. كل الليف نود اللي اراوند ذا انترنال جوجولار والليف نود الموجوده بري لارنجيال وبري تراكيال بي ثايرويد زين والسوبرا استرنال هذه نسميها ديب سيرفايكال ليف نود.
وعندي مصطلح اخر عندي اللي هو جوجولو دايجاستريك والجوجولو اوماهايد، وهاي من اسمها جوجولو معناها قريبه عن الانترنال جوجولار وقريبه عن الدايجاستريك اللي هي هذا الليف نود، هذا الانتيرير بيلي اوف دايجاستريك، هنا السسبنسري ليجمنت اللي اتاش تو ذا هايود، وهاي السوبيريور او البوستيرير بيلي، كل الليف نود هذا نسميها جوجولو دايجاستريك. الاومو هايود مصل اللي هي جايتني من السكابيولا للهايود بون او نسميها جوجولو اومو هايود. اوكي، اذا صار عندي انا بالدايجاستريك بالديب سيرفايكل، الديب سيرفايكل عندي كل الليف نود الامام التراكي والامام الثايرويد وامام اللارنكس، زين، وكل الليف نود الموجوده ان كلوز بروكسيميتي تو ذا انترنال جوجولار هذا ديب سيرفايكل. كل الليف نود اللي اراوند ذا اكسترنال جوجولار هي سوبرفيشال ولكن فيرتيكال دايركشن. كل الليف نود الموجوده بلو ذا بيز اوف ذا سكال اللي هي جوه الشن وجوا الانجل اوف ذا ماندبل بالباروتيد ريجن واللي امام الاوركل اوف ذا اير بري اوركولار واللي خلف الاوركل البوست اوركولار، وكل الليف نود بالاوكسيبيتال ريجن هذه هوريزونتال سوبرفيشال ليف نود. اوكي، هذا موجوده وين؟ بالسوبرفيشال فيشيا اوف ذا نيك. اذا انا هسه صار عندي الكوتينيوس انرفيشن اللي عرفنا اللي هي جريتر اوكسيبيتال الثيرد اوكسيبيتال هذا دورسال ريماي، بالبنترال ريماي عندنا الليسر اوكسيبيتال، عندنا الجريتر اوريكولار ترانسفيرس سيرفايكال والسبرا جلافيكولار نير. اوكي، اللي هي هذه الكوتينيوس انرفيشن. اذا هسه انا خلصت نقطتين، خلصنا الكوتينيوس انرفيشن وخلصنا الليف نود الموجودة بالسوبرفيشيال فيشيا. بعد عندي بالسوبرفيشيال فيشيا عندنا السوبرفيشيال فين، المين فينس هو الاكسترنال جوجولار. الاكسترنال جوجولار بالمحاضرات السابقة منين قلنا هو بيجن جاست بيهايند ذا انجل اوف ذا ماندبل باي ذا يونيون اوف بوستيرير اوركولار فين وذ ذا بوستيرير ديفيجن اوف ذا ريترو ماندبلر. هسه اسالكم الريترو ماندبلر منين يتكون؟ ماكسيلاري سوبرفيشال تيمبرال فين؟ عافيه، اشرح هذا وذين ذا باروتيد راح ينقسم قسمين انتيرير ديفيجن وبوستيرير ديفيجن. الانتيرير ديفيجن وين يروح؟ يتحد ويا الفيشيال ويشكل كومن فيشيال ويصب الانترنال جوجولا. والبوستيرير ديفيجن يتحد ويا البوستيرير اوركولر ويكون اكسترنال جوجولار بين. عافيه، انت شو اسمك بنتي؟ زينب عبد الحسين. زينب عبد علم كل مره بس انت شاركي زين. هسه نجي للترايبيوتريز. الترايبيوتري شنو هي؟ الروافد اللي تصبي. هسه انا كونت الاكسترنال، الاكسترنال منين يتكون؟ الروماندبلر عندي منطقة الباروتيد ريجن قسم قسمين، قسم الأمامي راح ويا الفيشيال، سواء الكون فيشيال، الكون فيشيال وين المصب مالته؟ انترنال جوجولار، والبوستيرير ديفيجن راح ويا البوستيرير أوركلر، عندي آرتري خلف صيوان الإذن خلف الأوركل أسميه البوستيرير أوركلر آرتري، الراجع مالته أسميه بوستيرير أوركلر فين، يتحد ويا البوستيرير ديفيجن of the retromandibular سوالي الاكسترنال جوجولار. هذا الاكسترنال جوجولار بروافد الصبي. اوكي، الروافد الصبي شنو هو؟ هذا مكوناته بوستيرير اوركولار بوستيرير ديفيجن. الروافد الصبي بوستيرير اكسترنال جوجولار بين، هذا واحد، ترانسفيرس سيرفايكال بين، سوبرا اسكابولار، هذني ترانسفيرس سيرفايكال والسوبرا اسكابولار انت بصف اول ماخذين ارتريز الها، ماخذين ارتريز الها زين، زائد الانتيرير جوجولار. هذا الاكسترنال جوجولار، هذا البوستيرير اكسترنال جوجولار بين، هذا شنو هو ترانسفيرس سيرفايكال بين، هذا السوبرا سكابولار بين زين، وهذا الانتيرير جوجولار زين، زائد المصبات الاساسيه مالته اللي كون اللي هي بوستيرير اوركولار
وبوستيرير ديفيجن اوف ريترو مانديبولر. هذا الاكسترنال اللي هو ران اوبليكلي اوفر ذا ستيرنال فيدوماستويد حمصل. بعدين ايش يسوي التيرن ميديالي؟ وين يروح؟ يخترق لي الديب سيرفايكال فيشيا اللي ناخذها بالمحاضره الجايه. والفاينل درينج مالته وين؟ الاكسترنال يروح للسبكليبيان. اوكي، هذا اذا هسه صار عندي طلاب شنو ما فاهمينه؟ ما فاهمينه هو الانتيرير جوجولار بين. الانتيرير جوجولار بين هو بين الميد لاين بالانتيرير اسبكت اوف ذا نيك فورم بلو ذا شن اوف ذا ماندبل اند دايركتد داون وورد. بعدين يروح وين؟ بيهايند ذا الانسرشن او الاسترنوكيدوماستويد مصل اللي اوريجن مالتها بتجين من الماستويد والانسرشن مالتها تو هيد. واحد يروح للاسترنم وواحد للميديال بارت اوف ذا جلافيكال. شوف حلايز الاكستندد مال انتيرير جوجولار بيهايند ذا انسرشن اوف ذا استيرنوكليدوماستويد تو جوين ذا اكسترنال. هذا الاكسترنال ران اوبليكلي اوفر ذا شنو هو استيرنوكليدوماستويد مصل والدرينج مالته يروح للسبكليب. اوكي، هذا الانتيرير جوجولار. زين، بعد عندي ضمن الكونتنت هذا الانتيرير جوجولار بين ما عندي مشكله فيه. ضمن الكونتنت زين عندي البلاتزمة الاوريجين مالتها منين؟ الاوريجين اوريجينيتد فروم فيشيا اوفر ذا بكتورالس ميجر يعني بالثوراكس ريجن الاوريجين مالتها والانسيرشن بدي اوف ذا ماند انفيرير بوردر زائدا الانجل. الموتور انرفيشن مالتها هو برانش فروم ذا اور سيرفايكال برانش اوف ذا شنو هو فيشيال اوف ذا فيشيال نيرف سيرفايكال برانش اوف ذا فيشيال نيرف. اذا البلاتزما هي ثين شيت كفر ذا انتيرير اسبكت اوف ذا نيك. الاوريجين مالتها من البكتورالس ميجر اريا اللي هي الاريا وين اوفر ذا ثوراسك ريجن. الانسيرشن مالتها لوور بوردر اوف ذا ماندبل. الموتور انرفيشن هو سيرفايكال برانش اوف ذا فيشيال نيرف. الاكشن depress the mandible and the angle of the mouth. زين هسه صار عندي تحققت المقوله مال السوبرفيشال فيشيا. كوتينيوس انرفيشن عرفتها، الليف نود عرفتها قسمتها الى سوبرفيشال ليف نود وديب سيرفايكال ليف نود. السوبرفيشال ليف نود نفسها قسمتها اللي تروح بالهوريزونتال دايركشن واللي تروح بالفيرتيكال دايركشن. بالهوريزونتال دايركشن الجوه تشن سميتها المنتال ليف نود او السمنتال ليف نود، السمانديبولار ليف نود، الوذن ذا باروتيد ريجن سميتها الباروتيد ليف نود، اللي امام الاوركل بري اوركولار، اللي خلف الاوركل بوست اوركولار، وبالاوكسيبيتال ريجن. وكل الليف نود اللي اكستندد اراوند ذا اكسترنال جوجولار فين. هاي انتهينا منها. اذا عندي هوريزونتال وفيرتيكال دايركشن. زين ما تبقى من الليف نود اللي هي ديب سيرفايكال ليف نود. ديب سيرفايكال ليف نود الميل ليف نود اغلب الكتب ليش يقسمها، اما يقول الابر ديب سيرفايكال او اللور ديب سيرفايكال. اكو كلاسيفيكيشن اخر اكثر دقه اللي هي الجوجولو اوموهايو جوجولو دايغاستريك. وكل الليف نود اللي امام اللارينكس والامام الثايرويد جلاند والامام التراكيا والابوب ذا جلافيكال والسوبراسترنال نوت هذه او يسموها اللور ديب سيرفايكال ليف نوت لور بارت اوف ديب سيرفايكال ليف نوت. هذا فيما يخص الليف نوت. زين ايش بقى عندي؟ بقى عندي الفين سوبرفيشال بين. المين فينس هو الموجود سوبرفيشال بالنيك السوبرفيشال اكسترنال جوجولار. الاكسترنال جوجولار يتكون فروم يونيون اوف ذا بوستيرير ديفيجن او ريترو مانديبولار فين ويا من ويا البوستيرير اوريكولار فين بي ترايبيوتريز اللي هي الاكسترنال بوستيرير اكسترنال جوجولار فين بي الترانسفيرس سيرفايكال بي السوبرا سكابولار وبي شنو هو بي الانتيرير جوجولار فين. اجينا للمصل للبلاتزمه. البلاتزمه هذا الثين شيت والموتور انرفيشن مالته هو سيرفايكال برانش اوف ذا فيشيال نير. عندي بالنيك ايضا بونز اسميه الهايود بون
طبعا عندي السيرفايكال بارت اوف ذا فيرتبري، هذا اعتقد بالمرحله الاولى ماخذي، وعندي الهايود بون. الهايود بون يتكون من ثلاث اجزاء اللي هي الليسر هورن، جريتر هورن، والبادي. هذا البونز هو سسبنسري بونز، مو اتاتش الى بون. فوقه اكو ليجمنت ومسلز اتاتش، وجوه اكو شنو هو مسلز اتاتش. هاي تسحب اللي فوق، هاي تسحب للخلف، وظل هو معلق وين؟ بالمنتصف. زين تشوفونه، هذا الهايود بون، هذا الليسر هورن، هذا الجريتر هورن، وهذا شنو هو البادي اوف ذا هايود بون. زين is attached to the skull by stylohyoid ligament. يعني للستايلويد، للهايود اكو ليجمنت اضافة الى مصل نسميه stylohyoid muscle. and to the thyroid. زين by thyroid membrane. من اخذنا ال thyroid cartilage. The hyoid bone form the base of the skull of the tongue and is suspended in position by muscles that connected to it to the mandible and to the styloid process of the temporal bone and to the thyroid cartilage sternum and scapula. وهسه راح نعرف المسلز. اوكي، يعني معناها اللي فوق قاعد اتاتش البن، يروح للماندبل وللستايلويد والماستويد. الماستويد خلال من؟ خلال البوستيرير بيري اوف دايجاستريك. للستايلويد خلال الستايلوهايد ليجمنت والستايلوهايد مسلز. للماندبل خلال من؟ خلال الجينوهايود والمايلوهايود مصل. هذين كلهن يقعن فوق الهايود بون. زين جوا الهايود بون ايش عندي؟ عندي الثايرويد، وعندي الاسترنم، وعندي الجلافيكال الاسكابيولا. اوكي زين، ايش عندي بيها؟ للثايرويد اكو ممبرين نسميه ثايروهايود، اكو مصل يسموه الثايروهايود مصلز. للاسترنم اكو استيرنوهايود واكو استيرنو ثايرويد. للسكابيولا عندي الاوموهايود مسلز. هسه نروح الى اول لاير اللي موجوده اكستندد وذن ذا ديب فيشيا. الديب فيشيا موضوع الديب فيشيا بالمحاضره الجايه ناخذه، بس ناخذ المسلز مالته اللي هي اول لاير بيهايند ذا بلاتزما. هسه الستيرنوكليدوماستويد مسل الاوريجين مالته من الماستويد الانسيرشن مان بيريوم للاسترنال اند ميديال third of the clavicle. زين innervation مالته spinal part of the accessory B2 part cranial وspinal. هو spinal يروح لمن؟ يروح للاسترنو، زائدا branches from C2 C3. اوكي الاكشن مالته انا ما اريده. عندي digastric muscle، انتبهوا لبس الاسماء. عندي stylohyoid muscle، عندي mylohyoid muscle، عندي genohyoid muscle، عندي sternohyoid muscle، سيرنو ثايرويد، ثايروهايود، الاوموهايود. اجي اشرح لكم اياها على الصوره هنا او اوضح لي. اوكي هذا الهايود بون. هسه نيجي للمسلز ذات لايز ابوف ذا هايود اللي هي نسميها سوبرا هايود مسلز، والمسلز اللي جوا الهايود اللي هي الانفرا هايود مسلز. زين هسه الابوف ذا هايود مسلز ايش عندي؟ عندي المايلوهايود، هذه صحيح لو لا؟ اللي شو تمثل لي؟ تمثل لي المسلز، المين مسلز فور ذا فلور اوف ذا ماوث. هذه الاوريجن مالتها منين؟ مايلوهايود لاين بالماندبل. مايلوهايود والانسيرشن مالتها بالميد لاين، تلتقي بالريفي، هذا الريفي، وبوستيريرلي اتاتش المن؟ للهايود بون. هذا الانرفيشن مالتها منين؟ موتور انرفيشن. الماندبولر برانش. عافيه، من الماندبولر برانش. زين اجي هنا للنيك، تشوفون هنا هذا شنو هو؟ البوستيرير بيلي اوف دايجاستريك. هاي الانتيرير بيلي اوف دايجاستريك اللي الانسيرشن مالته وين؟ بالدايجاستريك فوسا. هذه مسل سبلايد باي تو ديفرنت نيرفز. البوستيرير منين يجيها؟ فيشيا. والانتيرير الخامس تراجمنال اللي هو يا هو نفسيته من المانديبلر. البرانش اللي يدخل لي للمايلوهايود يعطيني انرفيشن للانتيرير بيل. زين هذني هسه سوبرا هايود. زين ايش بعد عندي بالسوبرا هايود مسلز؟
بعد عندي الستايلو هايود، من الستايلود بروسس للهايود للليسر وينج اوف ذا هايود. هذا الانرفيشن مالتها منين؟ فيشيال. فيشيال اللي هي نفس الدايركشن مال بوستيرير بيلي. زين، وعندي مسلز تجي من الانفيرير اللي هي جينو هايود، من الانفيرير منتال سباين او انفيرير اللي هي موجوده وين؟ بالميد لاين اوف ذا ماندبل، تجي للهايود. هذا الانرفيشن مالتها منين؟ هاي سي 1، سي 1 موتور انرفيشن، سي 1 سيرفايكل. اوكي، هسه هذه المسلز هذه اللي عددنا هي مسلز نسميها سوبرا هايود مسلز، اللي هنا ياهن اللي هي مايلو هايود دايجاستريك. زين، ستايلو هايود هنا ما مبين عندي ستايلو هايود، ما اشوفه وين. زين، زائدا جينو هايود. زين، اجل المسلز ذات لوكيتد بيلو ذا هايود بون، اللي اول مسلز عندي اسميها الاسترنو هايود. هذه خط سريع تيجي هو هنا، شوفوا هنا الطلاب قاطعها اللي هي هذه، هذا المسلز من الاسترنم، من الاسترنم تو ذا هايود بون. وعندي مسلز تصير مقطعين، هسه هاي استيرنو هايود، عندي مسل يسموه استيرنو ثايرويد وثايرو هايود، يعني من الاسترنم للثايرويد ومن الثايرويد للهايود مقطعين تصير، اللي هي هذا الثايرو هايود مسل وهذه الاسترنو ثايرويد. تشوفونها هذه هنا اللي هي لوكيتد behind the sternohyoid muscles. هسه هذا الاسترنوهايد مسل شوفوه هنا بالليفت سايد، هذا بالرايت سايد قاطعها لك حتى يراوينه الاسترنو ثايرويد والثايروهايد. اوكي، وبعد ايش عندي بالانفراهايد مسل؟ عندي الاوموهايد اللي تجي لي من الاسكابيولا، هذه هذا الانفيرير بيلي وهذا السوبرير بيلي، هذا سسبنسري ليجامنت اللي اتاش تو ذا سترنم، وتصعد لي تصعد لي للهايود بون. هذا اسميها الانفرا هايود اللي هي المسلز بيلو ذا هايود، كل المسل اوف ذا انفرا هايود مسل اوف ذا انفرا هايود سبلاي باي مصطلح نسميه الانسا سيرفايكالس اللي هي سي 1 سي 2 سي 3 لوبس سوبرفيشال تو انترنال جاجولار فين، موجوده بالكاروتيد تراينجل وليس الكاروتيد شيف. اذا كل المسلز اوف ذا انفراهايود اكسبت ذا ثايروهايود سبلاي باي سي 1، يعني هسه الثايروهايود منو صديقتها اللي سبلاي باي سي 1؟ جينو هايود. جينو هايود، الجينو هايود. اذا صارت عندي جينو هايود والثايروهايود سبلاي باي سي 1، كل المسلز اوف ذا انفرا هايود سبلاي باي شنو هو مصطلح قلت لكم يسموه الانسا سيرفايكالس، هذا الانسا سيرفايكالس، هذا سيرفايكال لوب كومبوزد فروم ذا سي 1 سي 2 سي 3. السي 1 نسميه الابر رود من فوق جاينا، والسي 2 سي 3 لور حرود. هذا شيء جهز لي الاوموهايود انفيرير بيلي سوبرير بيلي اوموهايود، يعني الاوموهايود كلها استيرنو ثايرويد واستيرنو هايود مسلز اللي هي الانفرا هايود. ايش بقى عندي؟ السي 1 اللي هو سبلاي جينو هايود والثايرو هايود. اوكي، هذا هسه السيرفايكل الانسا سيرفايكلز تكتب اللوبس اوف ذا سيرفايكل نير لوكيتد وذين ذا نيك in front of the internal jugular vein within the carotid triangle composed from C1, C2, C3 to supply the following muscles. تذكر هذه المسلز. اوكي، طبعا الانسا سيرفايكال فقط هذا اللوب، هذا C1 وحده، هذا مو تابع للانسا، بس هو برانش انفولف وذ C2 C3. طبعا هاي موجوده بالكادافر بالمناسبه، لو مصورين انتم الكادافر النيك ارجعوا ابحثوا، موجود اللوب هذا الانسا سيرفايكالس فرد الدين بجهد مو طبيعي ومطلعينه لانه الفايبرز فيري ثين. اوكي، ها
هذا فيما يخص الفيست لكتشر اوف ذا نيك. هسه من نعيد السكانينج اسوي المعلومات مالتي اكررها. النيك هي الاريا اكستندد بتوين ذا لور بوردر اوف ذا ماندبل سوبريرلي والانفيريرلي اللي هي السوبرا جلافيكولار والسوبرا سترنم نوتش. اوكي الاوتر لاير مالته نرجع لهذا السؤال شنو المشكلة؟ والله هني لسه الدمار في السعودية والله الله نعم دكتور سمعونا وين وصلتوا؟ دكتور من أساسر بكال سمعتون؟ نعم دكتور من جاي تراجع أخير شين قطع؟ النيك هي الاريا اكستندد بين اللور بوردر اوف ذا ماندبل لوكال سوبرا سترنال نوتش اند ذا سوبيريور بوردر اوف ذا اوتر لاير سكن بعدنا الفيشيا وذن ذا فيشيا امبيدد ستراكشر التالي اللي هي النرفيشن العفو طلاب اللي هي الجاية من الشرطة الريمان الجريتر اوكسبيتال الثيرد اوكسبيتال محمد الصادق حافظ قيسم بالمايك ما جاي نسمع منو حبيبي محمد الصادق حافظ ما مبلغ المحدد اصور دكتور دكتور نعم هم سجلت المحاضرة الأولى شلون شلون دكتور المحاضرة سجلتها الأولى لا لا ما بسجلت ها تمام دكتور أوكي دكتور نكمل سد المايك الولد الكوتينيوس انرفيشن فروم ذا دورسال ريماي عندنا الجريتر اوكسيبيتال والثيرد اوكسيبيتال فروم ذا فينترال ريماي عندنا الليسر اوكسيبيتال الجريتو اوركولار نيرف هنا فينترال ريماي سي 2 فينترال ريماي سي 2 سي 3 الترانسفيرس سيرفايكال وكلهن الاوريجين مالتهن او اكزيت بيهايند ذا بوردر اوف ستيرنوكليدوماستويد مسل الترانسفيرس سيرفايكال زائد السوبرا جلافيكولار اللي تعطيني 3 برانش اللي هو الميديا والميدل واللاترال هذا فيما يخص الكوتينيوس انرفيشن رجعنا انه ضمن الكونتنت اوف سوبرفيشال فيشيا عندنا الليف نود الليف نود نقسمها الى سوبرفيشال ليف نود وديب سيرفايكال ليف نود السوبرفيشال ليف نود اقسمها هوريزونتال دايركشن وفيرتيكال دايركشن الهوريزونتال دايركشن اللي هي المنتال او سمنتال سمانديبولار باروتيد بري اوركولار بوست اوركولار باند اوكسيبيتال وكل الليف نود اللي هي بالفيرتيكال دايركشن اراوند ذا اكسترنال جوجولار فين زين عند السوبر الديب سيرفايكال الديب سيرفايكال هي كل الليف نود اللي لوكيتد وذين ذا ديب فيشيا اللي هن المين المين الليف نود اللي هي الليف نود الموجوده الوذن اور اراوند اور لوكيتد ان بروكسيميتي تو ذا انترنال جوجولا اوكي من ضمنهم الجوجولو دايجاستريك والجوجولو اوموهايو يعني اللي قريبه من الانترنال والقريبه من البوستيرير بيلي اوف دايجاستريك والقريبه من الجوجولر والقريبه من الاوموهايو ومن اسمها ماخوذه جوجولو دايجاستريك جوجولو اوموهايو
بالإضافة إلى هذا الجروب الجروب of deep cervical كل الليف نود اللي هي located بري لارنجيال بري ثايرويد بري تراكيال وأكو ليف نود اللي هي above the sternum والبلافيكول البلافيكول هذه أسميها deep cervical ليف نود. الليف نود عادتها بالسيرفايكال ريجن between 600 إلى 1000 ليف نود وين موجودة بالنه. أوكي هذا فيما يخص الليف نود ومنها أخذت الكوتينيوس انرفيشن. إيش بقى عندي؟ بقى عندي سوبرفيشال فين. السوبرفيشال فين اللي عندي المين فينز اللي هو الفين ذات كروس ذا سترنوكليدوماستويد مصل سميته الاكسترنال جاجولار. والاكسترنال جاجولار جاي من البوستيرير فروم ذا يونيون بوستيرير اوركيولار زائد البوستيرير ديفيجن اوف ريترومانديبولار اكروس ذا سترنوكليدوماستويد مصل اللي ترايبيوتري مالته اللي هي البوستيرير اكسترنال الترانسفيرس سيرفايكال سوبرا شنو سكابولار فين زائد الانتيرير جاجولار هاي ترايبيوتريز اوف ذا اكسترنال جاجولار فين. زين الانتيرير جاجولار هو الفين ذات لوكيتد ان انتيرير اسبيكت اوف ذا نيك فورم بيلو ذا تشين اند اكستندد داونورد. زين بعدين turn laterally below the insertion of the sternum or behind the insertion of sternocleidomastoid to join the external jugular. هذا الاكسترنال جاجولار وهذا الانتيرير جاجولار vein اللي يعتبر واحد من الترابيوتريز مالته. زين بعد عندي ضمن الكونتنت هسه قبل الجسم اللي هي بلاتزما ضمن السوبرفيشال فيسيا الثين شيت ذات اكستندد فروم ذا البكتوراليس ميجر اريا الموجوده وين بالثوراكس بالانتيرير اسبيكت اوف ذا ثوراكس والانسيرشن مالته لوور بوردر اوف ذا ماندبل زائد شويه سلايتلي انجل اوف ذا ماندبل الموتور انرفيشن مالته or cervical branch of the facial nerve. عندي ضمن ال content of the neck ال hyoid bone. ال hyoid bone قلنا هو suspensory bones ما إلى attachment direct attachment to any other bones. هو فوقه muscles وligament وجوه موجودة membranes ومuscles أيضا. اللي هن ال muscles قلنا muscles of the neck اللي الأول مطلبين اللي sternocleidomastoid muscle ضمن النك. هذه مصلز خارجيه الاوريجن مالتها من الماستويد بروسس والانسيرشن عفوا مال الفيريوم استرناي والميديال اسبيكت اوف ذا الجلافيكال. اوكي الموتور انرفيشن مالتها سباينال بارت اوف ذا اكسسوري زائد برانشز فروم سي 2 سي 3. هذه هم مصلز ضمن النيك. انا الهدف مالتي اريد اوصل المصلز ضمن الديب فيشل اريد انا اوصل اما للهايود بون لأن أغلب المصلز اللي ضمن الديب فيشيا الديب فيشيا راح نشرحها بالمحاضرة الجاية اللي هي لها اتاتشمنت للهايود وقلنا الهايود هو 3 بارت اللي هي الليسر هورن جريتر هورن اند بودي. زين نرجع هذه نرجع للصورة نفهمها أوضح. هذه هايود بون السوبرا هايود مصلز اللي هي كل المصل لوكيتد ابوف ذا هايود ولها اتاتشمنت اللي هي المايلو هايود مسلز الموتور انرفيشن برانش اوف فروم ذا مانديبولار. زين الانتيرير بيلي اوف دايجاستريك برانشز نفس البرانش اللي يروح للمايلو هايود النير. عندنا البوستيرير بيلي اوف دايجاستريك جاي لي من الماستويد بروسس وعده انترميديت ليجمنت وعده هنا اللي هي اتاتش تو ذا هايود بون. الموتور انرفيشن مالته برانش فروم ذا فيشيال. إذا صار عندي دايجاستريك البوستيرير بيلي برانش فروم ذا فيشيال بينما الانتيرير بيلي برانش فروم ذا مانديبولار. عندي مصلز أخرى اللي هي ضمن السوبرا هايود مصل اللي ستايلو هايود من الستايلويد بروسس للهايود بون الانرفيشن برانش فروم ذا فيشيال. وعندي مصلز جاية من المانديبولار من الانفيرير منتال سباين للهايود أسميها جينو هايود. هذا الموتور انرفيشن مالتها سي 1. أوكي رجعت المن للمصلز ذات لوكيتد بلو ذا هايود بون اللي هي
الأومو هايو تجي من الاسكابيولا انترميديت ليجامنت وسوبيريور بيلي اتاتش الملي الهايود بون. هذا الموتور انرفيشن انسا سيرفايكالس. وعنده مصل جاي من الاسترنم دايركت المن للهايود اسميها ستيرنو هايود مصل، هذه انسا سيرفايكالس. وعندي مصل جاي ايضا من الاسترنم ولكن المن من منتهيه بالاوبليك لاين اوف ذا ثايرويد كارتليج، هاي اسميها ستيرنو ثايرويد. هذا الموتور انرفيشن ايضا انسا سيرفايكالس. عندي المصلص المقطع الثاني مالته تكمله اللي هي الثايرو هايود من الاوبليك لاين او ذا ثايرويد كارتليج المن للهايود بون، هذا الموتور انرفيشن سي 1. ايش بقت عندنا؟ شنو الانسا سيرفايكالس؟ الانسا سيرفايكالس هو لوبز لوكيت او ذا سباينال نيرف located in front of the internal jugular in the carotid triangle وليس carotid sheath، تنتبه لي زين. composed from C1 C2 C3. C1 هو upper root، C2 C3 هو lower root. هذا الموتور انرفيشن المن قلنا للاومو هايود الجزئين مالتها للاسترنوثايرويد والاسترنوثايرويد الاسترنوهايود، بينما C1 supply the genohyoid والثايروهايود muscles. اوكي هذا فيما يخص أول part from the neck. بعد أو عقب نأخذ second part of the neck اللي هو يضمن الديب فيشيا زائد النيك فيزرا اللي هي ثايرويد والمن والبارا ثايرويد. حتى نأخذها يبقى عندنا بس الماوث ونتوقف بعد ما نأخذ محاضرات، فقط اللي وصل لكم فقط نشرح ضمن المحاضرات اللي هنا second part of the neck زائدا الأورال كافيتي.